سمعت عن آداب الخلاف في الأماكن العامة؟ أقول لك إياها مختصرا. لما يحصل خلاف بين شخصين فهو بين اثنين، مو بلازم أنا أبين للي قاعدين الخمسين شخص إن في خلاف. واحد اثنين، لما يبادر أحد الأطراف إنه يعتذر أو يتلطف في الكلام أو يقول كلمة طيبة، مو لازم أنا أقابل هذا التلطف بالكلام أو المحاولة هذه بعنجهية وبرفض وكذا. ممكن أنا أتقبلها بصدر رحب، وممكن أطلب من الطرف الثاني مع اللي أدل كل شيء للسيارة أو لما رجع البيت مثلا. النقطة الثالثة من أدب الخلاف في الأماكن العامة أن أنا أنتقل الألفاظ الصحيحة اللي أنا أتكلم فيها مع الطرف الآخر، وما أقطع لي بعض الكلمات بحيث أني أثيره زيادة وأخليه يرد علي، وبعدين اللي قاعدين يسمعون ويعرفون في خلاف بين هالشخصين. ومن أداب الخلاف في الأماكن العامة أن نترك الخلاف في السيارة وننزل مبتسمين. يعطيكم العافية.